ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان تجربة أرواح من المدينة بين الصحافة والثقافة وحفظ الذاكرة الوطنية. شارك في الندوة نخبة من الكتاب الملهمين الذين عاصروا تجربة أرواح في المدينة منذ بدايتها. ومشروع أرواح في المدينة هو مشروع ثقافي يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين من خلال تجميع قصص نحو 100 سنة في عمر القاهرة من واقع الصحف والمجلات المصرية. حفظ الذاكرة الوطنية، كيف ينمو هذا المشروع؟ كيف يكبر؟ كيف يكون مشروع واصل لمساحات واسعة من الناس؟ هو ندوات شهرية بتتعمل في مسرح الصغير في الأوبرا، أوبرا القاهرة، وبيحضروا عدد كبير من الناس بالمئات، ولكن مطلوب أن المشروع يكبر ويوصل لمساحات أوسع. الحلقة النقاشية دي الهدف منها هذه الفكرة، استحضار التاريخ والحديث عن مصريتنا والحديث عن عظمة هذه البلد والحديث عن الشخصيات الرائعة المصرية عبر تاريخنا. ده ما هوش رفاهية ولا نوع من أنواع الاستمتاع بالماضي ليس له جدول، بل بالعكس، ده النهاردة في العصر اللي احنا فيها في هذا العالم اللي فيه تحديات، اللي فيه ناس يهمها أن الفجوة تزيد بين الأجيال للأسف عشان أسباب الحضارة والرقي والقيمة والقوة الناعمة تنقطع. النهاردة لما نتكلم عن تاريخنا احنا بنقفل على كل أعداء مصر هذا الباب.